اهلا، يا مساء الخير، كيفكم؟ اخباركم؟ مش مسمعين طبعا. اليوم الفيديو فين؟ في بروك هيفن. فقبل لا نبدا المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. طبعا مقطعنا اليوم راح يكون عن شو اسمه، زي التخرج وكذا. يعني الحين خريجات كتير، مره 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 في خريجات كتير، فعشان كده قلت يلا خلينا اسوي اليوم زي التخرج للخريجات. طبعا ينفع هذا للأولاد وينفع للبنات. طبعا مصدومة 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 أنا، فينفع للأولاد وينفع للبنات هذا الزين. فقلت لكم قبل لا نبدأ المقطع، يعني فجروا المقطع لايكات تعليقات وانشروا في كل مكان. شو اسمه التحديث الجديد في شو اسمه ماب البيوت، تقدر تحرك هذا في اللابتوب بس، شو اسمه الكاميرا كده تقدر تسويها. فأنا مسويتها هذه المرة بالجوال، مرة عجبني. شايفين كيف؟ شوفوا كيف، شايفين شايفين كيف؟ مرة عجبني إني أنا كمان قدرت، يعني حاولت جربت وإنه ظبط معايا. شوفوا كيف يعني بيدخل كمان يعني جوه وكده، يعني يبغاله بس بشويش واحد واحد. فنبدأ ونشوف، لأن اختار لنا أول شي بيت ونبدأ ونشوف ال شو اسمه الزي اللي أنا جايبته. جايبة وجه وشعر ونفس الزي كامل. ف طيب، فدحين أوريكم كيف نبدأ. أول شي خلينا نروح نختار لنا بيت. طيب نختار لنا بيت ونشوف الزي كامل. طبعا مفروض انه في حركات بركات شو اسمه حقت حفلات وهذا، بس خلاص انا يعني بسوي بس هذا، وبعدين ان شاء الله اسوي لكم كامل اذا كنتوا تبغوا هذا، اذا كنتوا تبغوا يعني اذا كنتوا تبغوا يعني هذا حق حفلة وكده باقة وحركات، يعني عرفتوا. طبعا دحين اوريكم اللبس اللي عندي والشعر وكل شيء اللي موجود عندي انا جايبته. واول شيء حنسوي حنشيل هذه كل الاشياء اللي عليها. طيب نبدأ مع اول كود. فانا جايبه اللي شو اسمه اللي تعجبني. انا جايبتكم 3 قبعات، فانتوا اختاروا. في واحده اصلا طلعت قديمه، انا ما انتبهت عليها انها هي حقه 1900 ما ادري، ولا 1900 ما ادري شيء زي كذا. فهذا هو اللبس زي ما انتم شايفين. طبعا هذا اللبس كله موحد في كل مكان، هذا زي التخرج معروف. يلا خلينا نكمل باقي الاكواد. هذه قبعة، هذه اول قبعة. شوفوا هذه حقت 1900، فما عجبتني فجبت واحدة حقت شو اسمه 2023. هذه القبعة الكبيرة اللي أنا عجبتني، هذه عجبتني أكثر. شوفوها هذه حبيتها أنا أكثر. فدحين أنا أوريكم كمان القبعة الثالثة اللي أنا جايبتها، فأنتوا اختاروا القبعة اللي تعجبكم وحطوها. وأشوف هذه قبعة ولا الشعر، هذا الشعر أنا حبيت هذا الشعر مرة. وهذا إيش؟ هذه القبعة حقت 23، شايفين؟ هذا القبعة حق 23، 2023. فخرجت 2023 اكتبوا لي في التعليقات انكم انتوا خرجات من 2023. فدحين ادور على وجه. في هنا وجه مرة عجبني، تعرفوا الوجه هذاك اللي سوبر سوبر مكتوب عليه، حصلته هنا. هو دحين صار مجاني ولا هو من اول هنا موجود ما ادري. فمرة عجبني هذا الوجه، اكتر وجه عجبني ومرة حلو والله. فانتوا اختاروا، شوفوا غيروا الشعر على كيفكم، فزي ما انتوا تبغوا. فهذه خريجة 2023، يا الله مرة تجنن. قولوا لي الف مبروك طبعا لاني خريجة 2023. فيلا خلينا نشوف كده. ابغى اغير القبعة، ابغى القبعة اللي مرة كبيرة. وين القبعة اللي مرة كبيرة؟ هذه، ايوه انا بهذه العالية. والشعر كمان اذا ما انتم حابينه، فشوفوا هنا في شعور. وانا نزلت لكم مقطع الشعور اللي بنجمة، هذه الشعور اللي بنجمة كلها نزلت لكم. هي اتوقع باقي يمكن بس شعرين اللي ما جبتهم، اما الشعور الباقي كلها جبتها مجانا. فمروا على المقطع، هحط لكم هو في صندوق الوصف هنا، او هحط لكم هو في
نهاية المقطع يكون موجود. فأشوفوا هذه تسريحة الشعر برضو مناسبة، وهذه تسريحة الشعر كمان مناسبة. نشوف هذه، أحس الشعر اللي يكون مفتوح أحلى. لا هذه مرة ما هي حلوة، شوف هذه من ورا، لا ما هي حلوة، أشوف كده برضو ما هي حلوة هذه كمان. فأنا الحين نختار شعر، أنا عجبني الشعر اللي أنا جبته، بس يعني أنا بوريكم كمان شعور ثانية مرة تطلع حلوة بنفس هذا. هذا مرة حلو، وهذا كمان مرة حلو، وهذا هذا حلو مناسب كمان، وهذا مرة حلو مرة مناسب. أكثر شيء هذا أكثر شيء مناسب. فهذه القبعة والش اسمه والشعر واللبس كده كامل. فخلينا نجيب القبعة حقت 2023 عشان أنزل أقول للناس يباركوا لي إني أنا خريجة 2023. هذه هي القبعة مو أيوة. خلينا نشيل هذا كده، خلينا نروح عند الناس تحت. شايفين كيف؟ شوفوا كيف. فهذا المقطع فجروه لايكات وتعليقات وانشروه في كل مكان. امس ما نزلت لكم مقطع، فهذه المر هذا المقطع نزلت لكم. هو المفروض انكم تتفاعلوا فيه، تفاعلوا فيه مره. الحين نشوف، بس هنا في باقة ورد او شيء زي كذا مره يطلع حلو. ده فعلا هذا محل حق الحفله. ايه هنا هي يطلعوا اليوم احتفالي، صاحباتي جايين يحتفلوا معايا. اشوف كده بارتي، هي تسوي شيء وانا اسوي شيء. فهنا هخلي ايش اسمه دقيقة كده، بس ابغى اشوف كده ايش هو ما جاء. يا ربي لسه بيقول لي شوية كمان. هذه ايش سويت؟ الله يصلحها. المشكلة يجي يحطوا شيء ويروحوا. فقولوا لي انت ايش عجبكم اكثر، وايش شو اسمه الشعر اللي انا جبته، واللبس كيف يعني تدوني من 10 اللبس اللي انا جبته الطقم، وش اسمه والشعر اي احلى، هذا الشعر احلى ولا الشعر الثاني احلى؟ قولوا لي. انا عجبني الشعر حقي اللي انا جبته، فخلاص بحطه دحين. الشعر حقي اللي انا جبته ماذا هو؟ هذا هو شعري. هاي هاي انا قبلك يا الله. هذه البنت حين دخلت، ما ادري ايش بتسوي. يلا يلا بسرعة، كم ثانية باقي ونقدر نعمل هنا بارتي، احلى بارتي كمان. نشوف هذه ايش قاعد تسوي، ايش قاعد تسوي. شكرا بيسوي شيء. خلينا نكلمها اشوف ترد ولا ما ترد. نشوف هذا هترد علينا ولا ما ترد علينا. اشوف ما اكتمل. هاي ردت، والله ردت. خليني اكتب لها انا خريجة هس سلام. خلينا كده ترجمة فوقين. انا خريجة هذه السنة. هذه ما ادري انا هي عربية ولا ايش بالضبط. كتبت لها انا خريجة هذه السنة، خلينا نشوف ايش تقول لنا. فانا هنا بسوي هنا البارتي حقي حق التخرج وبس. والله هذا مقطعنا اليوم. في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا، شوفوا بتبارك لي، الله يبارك فيكي، وتفعلوا جرس التنبيهات، واشوفكم في مقطع ثاني. فهذه جات تحتفل معايا، ومع السلامة.